to a new episode of Realities and Facts. Today, we are going to show you a short documentary about a village tucked away on the highest hill in the Psheri district in northern Lebanon. The locals in Ba'akafra live their Christian life to the fullest and are known for their generosity and hospitality, as well as their courage rooted in the land and history. This town is not any ordinary town, but the birth town of Saint Sherbil. This is the town where Saint Sherbil had been baptized. It is his hometown, and in this village, you can also visit the grotto where he used to pray. Let's have a look at this short documentary about Ba'akafra and hear what the locals have to say about Saint Sherbil, the son of the village. كفر بهالعين عرس غناني وانا شي ادي سام يتذكر عدلي صبي صغير رجع بي الله ده يصرخ له قبلني راي شراس كفر بهالعين عرس غناني وانا شي بحداثة ابن شربل وبطبيعتها الخلابة وبيوتها الحجرية القديمة اللي بفوح منها عطر الإيمان وعلى أعلى مدى بلبنان حيث بتتربى بقى فتحت للسماء باب على الأرض على علو 1800 متر عن سطح البحر ترتفع هالبلدة المطلة على وادي أنوبين لتكون بذلك أعلى قرية مأهولة بالسكان بالشرق الأوسط إذ بيوصل عدد سكانها إلى 10,000 نسمة بتمثل قمة روحية وبتقطف بالحجاج والزوار الآتين من جميع أصقاع الأرض للتبرك الصلاة والتضرع طالبين شفاعة القديس شربل اللي أمضى على أرضه 23 سنة منذ طفولته وحتى دخوله أول دير انتسب له ثم انتقاله إلى محبسة عنية حيث عاش منفرداً ومتحداً مع الله هي اسم على مسمى الأرض الخصبة خصبة بإيمانها بأهلها وبقدستها بيستقبلك على مدخلها تمثال للقديس شربل ليرحب فيك بأرضه بموطنه وبين أهله لتوصل من بعدها على الساحة اللي بتتوسطها كابيلا بداخلها تمثال لمار أنطونيوس البدويني وبس تتنقل بين شوارعها بتشوف سكينة المعروفين بطيبة قلبهم صدقهم عفويتهم وإيمانهم العميق أما بس تنشأ هواء النظيف بتعبق بجسمك ريحة بخور هالراهب اللبناني اللي ضيع صيته بالعالم كله واللي لمست أعجيبه كل الطوائف الأديان والأعراق بتضم هالبلدة اللي بيعتبرها زوار بركة على الأرض مجموعة من المعالم الطبيعية والأثرية أبرزها منزل القديس شربل اللي أطلق عليه اسم مشتل القداسة بما أنه رائحة البخور تعم الأرجاء هو اليوم ملك للرهبانية اللبنانية المارونية اللي حولته إلى دار كبير بضم ذخائر القديس شربل سيرة حياته مرسومة وعائلته منحوتة
بس تقوم بجولة داخل هالدير المقدس بتتوقف عند كنيسة ذخائر القديسين اللي بتضم ذخائر القديس شربل، القديسة رفقة، القديس نعمطل الحرديني والأخ أصطفين نعمي، وبتلاقي فيها أيضاً شرشف للمذبح وقطعة ملطخة بدماء وماء القديس شربل، إضافة إلى بدلة للقديس كان يلبسها شربل قديماً. من بعدها هناك قاعة القديس شربل اللي بداخلها السراج رمز الأعجوبة الأولى اللي حصلت بشفاعة هالقديس بدير مرمرون عنيا، حيث أضيء السراج بالماء بدلاً عن الزيت. فالسراج الموجود بداخل القاعة بيحتوي على دماء وماء من القديس شربل، أما الجدار الصخري فمكسو بعجائب قبل عجائب ومجموعة من كتبه وصوره، إضافة إلى غرفة زجاجية بتضم عائلة القديس شربل بتمثيل من الحجر. وما فيك تزور الدير من دون ما تعمل جولة داخل المتحف اللي بضم أشياء وأغراض كان يستعملها القديس شربل بحياته، كالصواني، الفخاريات، أدوات الحقل، الجرن، الجروشة وغيرها. وصولاً إلى قاعة العشاء السري اللي بتحتوي على تماثيل صخرية من أعمال النحات اللبناني الفنان نايف علوين واللي بتجسد السيد المسيح وتلاميذه. بجانب منزل مار شربل نجد كنيستي سيدة الانتقال الجديدة والقديمة اللي شهدت على عمادة قديس لبنان واللي لا تزال أبوابها الخشبية على طبيعتها حتى اليوم، ولا يزال موجود فيها جرن العماد اللي بيعود تاريخه إلى القرن العاشر، يوضع فيه ذخائر القديسين ويوزع منه الزيت للتبرك، كما وأنه يسمح فيه تعميد أولاد الزائرين المتضرعين لشفاعة هالقديس. وبتحتوي الكنيسة القديمة أيضاً على أيقونة منسوخة عن أيقونة سيدة إليج واللي بتعود لسنة 1839. والملفت أنه بآخر الكنيسة نجد غرفة حجرية بتضم مجموعة كبيرة من صور القديسين وأيقونات، إضافة إلى كتب ليتورجية قيمة معروضة للزوار. وبالفعل بس تتمشى بين أرجاء هالبلدة بتحس حالك بقلب بيت هالقديس الحامي أهالي بأعكفرة والسهران دايماً على سلامتهم، وبس تحكي معهم بتشوف إده هو مهم بالنسبة إلهم وإلى أي حد متشفعين إله. يعني لي كتير وبطلب شفاعته أي ساعة كان، وبطلب منه ويرد التايهين والضالين. مار شربل بالنسبة لعلي يعني قديسنا وشفيعنا وابن ضيعتنا، كتير نحن شو ما طلبنا منه بيعطينا بينفذ لنا. أنا كنت معي مرض هون تحت باطي وتحكمت كتير وما صحيت، بعدين بيروح أنا بمشي من هون بروح ماشي من هون عمر مارون عناية بيروح فيني بوصل لهونيك بنام عند الرهبات هونيك الرهبين، وصلت أنا حطوني مي سخنة لأني كنت ماشي، وصلت لهونيك ونمت نمت تاني يوم قمت بلا شيء، لقيت حالي راح الطلوع ما مبين هيك دخيل اسمه هاي شفيعنا هو بطلب ابني مريض يشيلي، عندي ابني مريض خذته أخته على أستراليا هلا له سنة بالمستشفى ما بعرف قانون إيه. أنا
أنا عامل عجيبي قدامي كان من 7 سنين جيبوا على الدائرة هون ما بيمشي ونايموا بمر شربيل وصرنا نصلي كل الليل بالدائرة هونيك وتاني يوم صار يمشي الصبي وبلشت تزيح وتزلغط بضيعة مشارب وصرنا نزيح بالضيعة إنه عملها عجيبة كبيرة يعني كان ما بيمشي وقام صار يمشي معنا وزيحنا بالقربين ونصلي بقلب الضيعة ننتقل إلى أعالي جرد البلدة حيث يتربع دير أثري قديم بيحمل اسم دير مر حوشب نسبة إلى اسم البطريرك القديس الشهيد أوسابيوس حوشب. يعرف هالدير باسم مدرسة تحت السندينة حيث التلمز القديس شربل متعلماً مبادئ الكتابة، القراءة، السريانية والصلاة. لها سبب له أهمية كتير كبيرة لدى أبناء البلدة والجوار بحيث بيقصدوا للصلاة والتأمل. بيضم هالدير كنيسة صغيرة قديمة لا يقل عمرها عن 1000 سنة تحتوي على صور لكل من القديس شربل، يسوع المسيح، العذراء مريم وشفيع الدير مر حوشب. أما بالبيحة الخارجية للدير اللي تم تجهيزها حديثاً فنجد مذبح خارجي بالهواء الطلق إلى جانب مسيحة خضراء كبيرة خصصت للاحتفالات الدينية والأعراس والمناسبات الروحية، فهالمكان مناسب جداً للسجود والصلاة بجو صامت وتأملي. قد فاحت الأرض من ثوبك صفاء يا شربل القديس معابك انحنى قد أزهر الجرد من كفك عطاء لك حنان الورد صباحا ومساء. مكملين مشوارنا داخل شوارع بلدة بقع كفرة موطن القديس شربل لنوصل إلى محلة عين الحور بالجانب الشمالي من البلدة حيث المغارة العجائبية اللي بتلاقي على مدخلها تمثال كبير للقديس شربل اللي كان يتردد إلى المغارة للصلاة، العبادة والاختلاء بالذات. فبس تدخل بيبا القديم بتحس بالخشوع ورهبة الصمت اللي عاشه شربل منذ طفولته. تتولى إدارتها والاهتمام فيها اليوم جمعية الراهبات اللبنانيات اللي حددت المواقع اللي كان يجلس فيها شربل، فنجد بداخلها تمثال إلو راكعاً يصلي وبجانبه أدوات وأغراض طبية كعصا أو عكازات تركوها أشخاص بعد شفائهم، إضافة إلى الجدران المليئة بالأعاجيب والصور المقدسة. وطبعاً نجد المياه العجائبية الموجودة داخل نبع مي واللي ظهرت يوم بوشر ببناء الكنيسة الموجودة بالقرب من المغارة، فيشرب منها المؤمنون ويأخذونها إلى بيوتهم طالبين نعمة الشفاء. الكنيسة المرممة فبتضم صورة للقديس شربل منحوتة على المذبح إلى جانب مغارة بتجسد العائلة المقدسة
يوسف، مريم العذراء والطفل يسوع. تنتج الراهبات اللبنانيات بهالمكان المقدس أنواع عدة من الأشغال الحرفية ذات الطابع الديني، فتعتبر هالمغارة واحدة من أهم الأماكن الأثرية ببقع كفرة، حيث بيقصدوها زوار للصلاة، الخشوع والتأمل بالرب يسوع وبالإدي شربل اللي ما بيترك أبداً أهالي بلده. أنا أنطونيت خورين ببقع كفرة، هلأ حالياً رئيسة أخويت مر شربل من 22 سنة، وأنا مر شربل بيعني لي كتير. كنا أولاد صغار، كنا بهالمكان دغري بالمغارة، كان عمري بالشي 8 سنين نسمع الناس عم بيقولوا إنه عمره ظهر مر شربل وعم بيشيلوا حجار وعم بيضعوا بدورنا. نحن أولاد حملنا حالنا وجينا لهون، بيم أنا حجر من السقف ومنحطه على الضوء، منضوي منحم بحمله باخده لستي الخورية، هي أم أمي، بقول لها يا ستي ليكي نحن رحنا على المغارة وضوينا الحجر، تقبريني يا ستي إيمانك بالله كبير، دخيلك يا قدي شربل، حطي يا ستي بهالفنجان. بقي تقريبا شي 10 ساعات كأنك ضاوي شمعة، وبقي بعدها انطفيت لحالها. هون مر شربل نحن كتير كنا صغار نتردد على المغارة، نتردد على بيت مر شربل لأنه نحن كنا أولاده هيك. هلا بهالوقت اللي نحن صرنا فيه، أنا صرت رئيسة أخوية ومر شربل كتير بيعني لي، بقى ضليت شي 3 سنين أنا وابني المرحوم شربل، كتير كان يعني يعتني بالأخوية وبالفرقة الموسيقية، ساعدني يعني، كان هو معي على الدهر. بيتزوج ابني بيكون له 5 أشهر، بيكون ليلة الغطاس بيكون عم بيقدس بالكنيسة، بيتناول هو وراجع، بيطب على البنك بيضل رايح. هون ربنا كان أخذ وديعته. أنا هون بدوري قلت له يا مر شربل أنا هون خلص، أنا ما بقى فيني، بدي أترك. يوم من الأيام مش بوقت طويل، كانت بعد العلامة تجي لعنا على بيتنا وهيك، بدق الباب أنا بفتح بس كيف وما بعرف، بفوت 3 هيك فيروزيات بفوتوا هيك بالصف وبيقعدوا شوي، بفوت كاهن، وهالكاهن جميل كتير 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 كتير، هو يمكن يسوع ما بعرف، بفوت وراه مر شربل، صرت صرخ مثل وحدي بقى له دليع، واحد نحن قلنا دليع مر شربل، خيلك يا مر شربل شو عملت فيي شو صار فيي، صرت عيط. قال لي بدك تعيطي يا ما بدك تسمعي يا ما شو بدك، قلت له دخيلك يا مر شربل، قال لي بدك عائلتك بملكوت السماء يا ما بدنا نصرخ ونعيط، قلت له دخيلك لا يا مر شربل خليني يكونوا ملكوت السماء، قال لي بتكملي رسالتك وانا معك. هيدي اول حدث كان صار معي، وبقينا مكملين بهالمسيره. بطلع مشوار على قلعه مر شربل بيقولونا مطرح ما كان يرعى البقره، عرفوني ناس من الضيعة، طلعت أنا وست صاحبتي، تعرفنا على المغارة، طلعت على المغارة حسيت في ريحة بخور، ريحة سماوية غريبة، قلت لها يا ماري بدي أعمل مسيرة على قلعة مرشد، قلت لي يا عمي شو الناس رح يجوا يطلعوا هنا، قلت لها خلص بدي أقول لأبونا وبدي بلش فيها. جيت قلت له يا أبونا القصة 1 2 3، قال لي يا عمي شو بتطلع، سبح حالك عم تطلعوا ميديغوريا، السنة بيروحوا 3 بكرة، السنة الجاية بيروحوا 6 و7. بلشنا فيها وطلعنا، اهتمينا أخويت مرشب اهتمت فيها بضيافة بمي بكهرباء بأشغال بهذا. بسبق المسيرة أنا بطلع تولف المذبح، بطلع بلاقي مرشب راكع على المغارة وعم للمغارة وعمل هيك، صرت صخرق دخيلك يا مرشب احنا جايين نزورك وانت عنا هون، بس ما حكي. هودي اللي صاروا معي. ومرة نحن بتموز كمان من بر مدخيرة مرشار والدخيري من نيمة بالبيوت بالبيت، والصورة بتتزيح بالضيعة، من ننطلق من كنيسة الرعية لبيت اللي بدنا نوصل عليهم، كذا نعمل 5 6 اللي هني فينا نعملهم البيوت بنمرق نعملهم. يوم من الأيام بيكون عنا نحنا كنا عاملين مزار مر شربل وين الشهداء بساحة مرسابة،
أنا بشوفه حتى بطرشين واقف هونيك ونحن نازلين نزل معنا بالمسيرة. بشوفه ببيت ناس نحن هونيك، أنا ما عاد فيني حكيت، سقعت وما عاد قدرت حكيت. اللي مشرب شو بك؟ قلت له ما شرب هون. بطلب يشفي كل مريض وكل واحد عم بيطلب منا نحن تنصلي له بهاللحظة هيدي، إن شاء الله بطلب تا الله يشفيه. نرشار بالبطل، بطل القديسين. شو بدنا نقول عن نرشار بال؟ نرشار بال لأنه كتير نقول نعجز عن الكلام قد ما هو فيه. عن هالبلدة العجائبية وعنك يا مرشربل ما بيخلص. انت اللي كرست حياتك لحب يسوع المسيح، تنسكت وتخليت عن الكل كرماله. انت اللي حيرت العلم والطب الشفاءات اللي حصلت بشفاعتك. قويني وارشدني على الطريق الصحيح لأمشي على خطاك. بطلب منك ترفقني بكل لحظة من حياتي اليومية، كون شفيعي وصديقي القريب اللي بقدر حمله كل همومي. أنا بوثق فيك وبعرف إنك ما رح تتركني أبداً، لا بألامي لا بصعوباتي لا بفرحي ولا بأحزاني. بارك عملي، بارك عيلتي، أصدقائي وكل شخص بيلجأ لك. شفي كل مريض وساعد كل إنسان فقير، جوعان، تعبان وموجوع. بالفعل يا مرشربل كل العبارات والكلمات ما بتكفي لأشكرك على كل شي عم تعمله كرمالي، فأنت بكل صدق قبل عجائب. Thanks for watching and see you next time with a new episode of Realities and Facts.